هل لو غيرت الشكمان في عربيه ممكن يفرق في الاداء؟ انتوا عارفين الشكمان هو اكنك يعني بتطلق بتاخد نفس وبعدين بتطلقه، هو ده المعادل للشكمان، فكل ما بتسرع خروج الهواء كل ما بتحسن الاداء. اوكي عادم، طبعا انا بتكلم على عادم. العربيه دي النهارده معانا سيات ليون اف ار، تمام؟ وتعالوا نتفرج عليها بسرعه كده من قدام، معمولها برده حبه حركات لذيذه كالعاده. كل ملاك السيات ليون انتوا عارفين النهارده ثمنها بقى 1,020,000 لو لقيتها ال 23. اوكي، معمول فيها حركات لذيذه برده، معمول لها راب ومعمول لها بلاكينج اوت زي ما انتوا شايفين في الحته دي، ومن تحت ديفيوزر جامد جدا، ومن هنا بقى مرشوش اسود عشان يبقى ماشي مع المرايه السوداء وماشي مع السقف الاسود المدهون. شكلها حلو مفيش شك، يعني الكالر كومبينيشن حلو. تعال نشوف من الجنب لو عندنا اي حاجه مثيره للاهتمام. عايزين اراجع لكم العربيه تاني. مفروض 150 حصان و250 نيوتن متر من موتور ال1400 تيربو على الايسن الثمان نقلات. كلنا حافظين العربيه وطلعت على القناه كتير قوي، لكن صاحب العربيه غير الشكمان كله كله من اوله لاخره، يعني داون بايبس وستريت بايب، ومركب علبه في الاخر فيها بوابات عشان يغير مدى الصوت، فدي في حد ذاتها ممكن تفرق. الكاوتش حالته ايه؟ مش بطال مش بطال، 25-40-18، والجنط شكله حلو برضو، داهن الكاليبر بس الكاليبر ناشر شوية مع الكفر. ماشي مش مشكلة. طيب تعالوا نشوف من هنا برضو حتة دي بي ام دبليو قوي، طبعا هي برضو ملزوقة. حاجات دي يا جماعة كلها بتتقل، المفروض الناس تحسب بالجرامات لما تعمل اي تعديلات في العربية. تعالوا نشوف الظهر، شكلها حلو وشكلها حلو في اللون المات، اللون المات بيليق على العربية دي قوي، مع السبويلر الإضافي اللي برضو ما بيعملش حاجة غير حسب الزاوية عشان تبقوا عارفين ايه السبويلر ده. زاوية السبويلر ده ايه؟ معلش يعني عشان الناس تبقى فاهمة، جناح مقلوب، جناح طيارة مقلوب، هدفه ان هو يزود الضغط على الحتة الخلفية عشان يحسن الثبات. ومن هنا بقى ان 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 ادي اكبر حاجة، طبعا اكروبوفيتش تيبس على الشكمان اربع فتحات على 1400. ومن هنا ده مش ديفيوزر يا جماعه، معرفش ده ايه ده. دي حاجه تقلق لو انت خبطت فيها، منظرها عدواني جدا يعني، بس مكمله المنظر كله. يعني هي عربيه شكلها حلو، هي بالنسبه لي قمر يعني. فتعالوا نشوف احسن رقم كنت جبته. ثواني بقى اجيب يا جماعه تليفوني واقول لكم بالظبط عشان اخش على الانتر ويبز. تعالوا نشوف، كان في واحده في الاول خالص كانت 7.88، ملناش دعوه بيها دي، احنا هنقارن بالعربيه اللي عملناها من هنا. اسرع واحده كانت 8.53. تعالوا نعمل فلاش باك ونشوف ال 8.53. 8.7 ده رقم كبير على العربيه دي، انا كنت عملت احسن من كده شويه بس واوحش من الاوكتافيا، فده رقم غريب قوي، انا جبت بالاوكتافيا اقل من كده. تعالوا نجرب. ثمانية 8.53 احسن. اما من جوه فصاحب العربيه حاطط عليها الستيكر الكاربون فايبر زي ما انتم شايفين موجود، وعندي بادل شيفت اكستندرز كبار جدا، ومغير عجله القياده حاطط عليها كفر يعني في الكانتارا واسود، وعلامه سيد بالاحمر، والبادل شيفت اكستندرز كبار جدا، وحتى مفتاح العربيه واخدين بالكم برضو ماتشنج احمر ماشي مع كل حاجة في العربية، عامل color matching. غير كده كل حاجة ستاندرد في العربية. طيب تعالوا نعمل تجربة التسارع. 8.53 من نفس الموقع بالظبط، الجو هو هو تقريبا، مفيش فرق، الهواء قل قوي فمفيش هواء لا في ظهرنا ولا في وشنا، كله تمام. اقفل ازاز ونجرب، لو قلت عن كده يبقى كويس. اوكي حطيتها في المود الرياضيه وقافل الثبات الالكتروني، حدد لها بريك بوست برضو عشان نبلد البوست شويه في التربو. ثمانية 65 هنجرب تاني، كان فيها احسن.
تعالوا نجرب مرة تانية ونشوف. حسيت الفرامل الكهرباء كانت مرفوعة وما نزلتش على طول، أو اتلخبط، حصل حاجة كده ما استريحتش، فهنعمل تجربة تانية في عكس الاتجاه وهبلد البوست برضو. نفس النقلة اللي اتأخر فيها كل مرة. 28. تعالوا نعمل تجربة تالتة. التالتة تابتة. طيب يا جماعة التالتة تابتة ولا ايه؟ تعالوا نجرب التجربة التالتة عشان نطمن 100%. اقفل ازاز. ازود البوست برضو. تمانية اربعة وعشرين. زي التمانية وعشرين. طيب كلكم شفتوا رقم التسارع ما عدا عمر. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت كلفك كام التعديل عشان بس نعرف صرفت قد ايه؟ حوالي 22 او 23. ده انت غيرت شكمان كله 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 وحاطط علبه فيها فالفترونيك بوابات، يعني بوابات بتفتح بالريموت كنترول عشان يسيطر على الصوت، والصوت اللي احنا كنا سامعينه ده كان اقصى صوت ليها. مش رهيبه قوي بس طبعا برضو اللجان بتوقفك ولا ايه وضعك؟ بتروح قافل خالص بقى عشان تكتم. طيب يعني انت عامل داون بايب وشايل علبه البيئه طبعا لان انت عملت داون بايب بدلها، ومغير الشكمان كله ستريت بايب، شايل كل علب تقريبا يعني ما بيتنفس براحته خالص. طيب تفتكر العربيه كانت ابطا ولا اسرع؟ اسرع. اسرع؟ ده ايه الثقه دي؟ واثق انت بتفتكر؟ بص عشان في كانت عربيه جت على القناه كانت 877 مع 7 حاجه و80 باين، مش فاكر، دي كانت غريبه قوي ما اعرفش كانت ايه ظروفها العربيه دي. لكن هنا اخر تجربه اتعملت كانت 853. احسن وقت جبته للعربيه 923. فرق ثانيه ابطا. ده حاسس ايه؟ لا بشتغلك. 28 28 اسرع يعني بتلت ثانيه من الستوك 53. فرقت شويه يعني، هي العربيه بتتنفس احسن، ولكن ما بيمنعش برضو ان دايما في النقله من الثاني للثالث في العربيه دي بصفه خاصه ليون، لان مجرب كتير قوي على القناه هنا، دايما هي اللي بتبقى فيها التاخيره شويه، بتشحر شويه فيها يعني. لكن التعديل اللي انت عملته فرق اوفرول، وممكن يفرق شويه في التوب سبيد كمان لانه العربيه بتتنفس احسن اكيد، ما فيش شك يعني. بالتعديلات اللي انت عاملها فاضل لها الستيج، وان شاء الله تيجي بتجربه تانية قبل ما الموتور ينفجر عادي. اصل 1400 تعمل له ستيج ده هيبقى بومبا يعني، بومبا فعليا يا عمر. المهم ان هو ما ينفجرش، تبقى انت كده تحت السيطره. انا رايي دي كفايه كده 8.2 من 10، انت شلت شويه من الوقت الرسمي بتاع العربيه، حبه حلوه يعني. بس برافو. ماشي، ميرسي قوي. لو عجبكم الكلام ده اشكروا عمر جدا، واعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم وان شاء الله ما نترش بالتراب. يلا سلام.